تبخرنا الحين بقول لكم شنو كشختي حق الجمع الليلة وبنشوف عشاننا شنو. والصراحة أقول لهم شكرا على هاي العطورات الرائعة جدا 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 فظيعة فظيعة فظيعة. يعني بصراحة مثل هذه العطور أعتبرها كنز الواحد يكسبه عنده. مجرد وجودها بهذه الطريقة على طاولتكم، إذا كان عندكم حفلة، إذا كان عندكم عرس إن شاء الله، إذا كان عندكم أي مناسبة سعيدة تحطونها في استقبال كذي العطورات، يعني زينة وخزينة. مثل ما قلت لكم كنز، كل ريحة منها بتمثل شخصية، ما في حد راح يشم ريحتهم ما راح يلاقي الريحة المميزة عنده من بينهم. شكرا والله يعطيكم العافية، صج صج روائح جميلة. لا تنسون تتواصلون وياهم وتطلبون العطورات، إن ما بغيتوا تشترون بتشمون ريحتها بس. 103 فيها لافندر، عود وصندل وفانيليا، وكل عطر له ميزة، كل عطر له ريحته. مثل ما قلت لكم تقدرون ان انتوا تتواصلون معاهم يوصلون للبيت وتشوفون العطور، عجبتكم عجبتكم، ما عجبتكم رجعوها، وانا اجزم لكم ان اكيد بتعجبكم، لان كل عطر فيها يمثل يعني شخصية ويمثل رائحة، فجدا جميلة. حبيت الكلام اللي كاتبينه هني، تخلو الزجاجة من العطر يوما ولكن تبقى الرائحة العطر عالقة بالزجاجة، كما الذكرى الطيبة تبقى عالقة بالقلب. كل إنسان ممكن يطلع من المكان لكن تبقى ريحته العطرة، مثل ما نقول يا إما ذكرى حلوة يا إما ريحة العطر. قبل ما أطلع وقبل ما أسحب على الجوائز اللي هي حق عطر أوركيد، راح أتعطر بالعطر 102 اللي قلت لكم وايد حبيته وايد عجبني، تجنن ريحته، المفضل عندي 102، كلهم حلوين بس أنا وايد حبيت 102. هنتعطر قبل ما نعلن الجوائز حق الفائزين وعلي بالعافية.